امبارح رئيس السيسي خلال اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة تحدث أن مصر ليها موقف ثابت لم يتغير، وهو موقف عادل تجاه قضية عادلة وهي القضية الفلسطينية. رئيس عبد الفتاح السيسي قال أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية في وجدان كل الناس، وبنقول دولة جنبا إلى جنب، حماية المواطن الإسرائيلي وحماية المواطن الفلسطيني، وده موقفنا الثابت. تعالوا نشوف. مصر ليها موقف ثابت ما تغيرش، هو موقف عادل تجاه قضية عادلة هي القضية الفلسطينية. هو كل اللي بنقوله ايه؟ بنقول ان احنا الشعب الفلسطيني من حقه ان هو يعيش في دولة مستقلة جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل. واحنا انا استطيع ان اتكلم مش بس باسمي وباسم مصر، انا ممكن استطيع ان انا اتكلم باسمي وباسم كل اشقائنا في المنطقة العربية. هذا الأمر لو تحقق هيفتح آفاق حقيقية وموضوعية للسلام والتعاون على مستوى المنطقة بالكامل، على مستوى الإقليم. القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس، وإحنا بنقول دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، حماية للمواطن الإسرائيلي وحماية للمواطن الفلسطيني. هنا مهم قوي نقول ان الكلام ده بيتقال دلوقتي لان ده موقفنا الثابت اللي دايما بنأكد عليه، لان زي ما بقول هي قضية عادلة والمجتمع الدولي بالكامل عارف ده وبيعترف بيه، لكن المهم ان اعترافنا ومعرفتنا يتحول الى عمل من اجل تحقيق هذا الامر.